في جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، قصف سيارات يستقلها عاملين أجانب يعملون بمؤسسة إغاثية في قطاع غزة. القصف استهدف سيارتين على شارع الرشيد وسط القطاع، ما أدى لمقتل 5 منهم يتبعون لجنسيات إسرائيلية وبولندية وبريطانية وكندية، رغم أن السيارات تحمل شارات توضح أنها لصالح مؤسسة دولية. نتنياهو يعتذر ويدعي أنهم أصيبوا بالخطأ، بينما التفاصيل التي رشحت عن هذا الحادث تدل أن الاستهداف كان متعمدا، وأن السيارة الأولى استهدفت ثم السيارة الثانية ثم السيارة الثالثة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت على علم كامل بمسار هذه القافلة، وكانت أيضا على علم كامل بالأشخاص الموجودين ضمن هذا القافلة، وعلى الرغم من ذلك قامت باستهدافه. واحدة من مهام المؤسسة التي قتل عدد من العاملين فيها هو الإشراف على إقامة الممر البحري الجديد على شاطئ بحر غزة، ومن خلاله سيتم نقل المساعدات الإنسانية للقطاع. تأتي هذه الحادثة في وقت يكثف فيه الاحتلال من استهدافه للمواطنين أثناء تلقيهم المساعدات، وكذلك قصف مراكز توزيعها. الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 500 إنسان يبحثون عن الغذاء ويبحثون عن كيس الطحين. أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 70 من العاملين في مجال الإغاثة وتقديم الغذاء. وللأسف الشديد بالأمس جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق 6 من الأجانب الذين جاءوا إلى قطاع غزة لكي يطعموا الجائعين ويطعموا النازحين. يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على نهجه بعدم إقامة أي وزن للقوانين والأعراف الدولية وقواعد القانون الإنساني الذي يكفل الحماية للمدنيين وتقديم الإغاثة لهم أثناء الحروب. كثيرة هي التساؤلات التي تطرح حول غايات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعاملين أجانب يتبعون لمؤسسة أمريكية تعمل في مجال الإغاثة في وقت يتعرض فيه أهالي القطاع لحرب التجويع. مازن عبد الكريم، تلفزيون سلطنة عمان، غزة، فلسطين.